بيان. دونك ثالثا ثالثا غتعرف على واحد التعاريف بسيطه. اوكي دونك المعدل الحسابي و المعدل الهندسي، يعني باش ديروا في راسكم اوكي، لثلاث حدود متتابعه. اوكي يعني باغ اكزومبل غنرمز ليهم مثلا في اي اي لكل اي ينتمي مثلا الى ان. اوكي دونك مثلا غنرمز الاي اي كتساوي ا، اي اي بليس ا مثلا غنرمز لها ببي، و اي اي بليس د كتساوي مثلا سي. اوكي دونك نبداو بمعدل حسابي. دونك معدل حسابي، حسابي يعني كندوي على متتالية حسابية تو سامبلو. المعدل الحسابي دونك هاد او بي او سي هاد لي نوطاسيون، هاد الترميز هذا غندوي على المعدل الحسابي والمعدل الهندسي. اوكي دونك نبداو بالمعدل الحسابي، يعني ان ان ينتمي الى ان متتاليه متتاليه كوا حسابيه اساسها اخ، بمعنى ان اي اي زائد اثنان كتساوي اخ زائد اي اي زائد واحد كتساوي كذلك اغ زائد اي اي زائد واحد شنو كتساوي، هي اغ زائد اي اي يعني اثنان اخ زائد اي اي. متفقين بيان؟ دونك لاحظوا معايا مزيان ان اي اي زائد اثنان يعني هي رمزنا لها بالسي. دونك فاش غندير ا زائد سي، ا زائد سي كتساوي شنو كتساوي، ا هي اي اي، سي هي اي اي بليس دو يعني هي دو اخ بليس اي اي، وي ولا يعني هي دو اخ بليس دو اي اي يعني هي دو عامل دو اخ زائد اي اي، و اخ زائد اي اي شنو كتساوي، هي اثنان اي اي زائد واحد. دونك كتساوي اثنان اي اي زائد واحد هي بي، يعني ا ومنه ا زائد سي كتساوي اثنان بي، يسمى المعدل الحسابي تو سامبلو. ولا كنديرو بي كتساوي ا زائد سي مقسومه على اثنين حال بحال. اوكي دابا نشوفو هو المعدل الهندسي. نفس الطريقة غير هنا غتكون عندنا متتالية هندسية. دونك ان ان ينتمي الى ان متتالية هندسية اساسها كي مثلا، يعني كنعرفو بان اون سي كو نعلم ان اي اي زائد اثنان كتساوي كي الاساس في اي اي زائد واحد. هادشي شفنا ياك من نقص نرجعو لهادشي، هادشي بالتعريف ديال المتتالية الهندسية. كتساوي كذلك كي في اي اي بليس ان كتساوي كذلك كي فوا اي اي يعني كتساوي كوا كي اس اثنان في اي اي. بيان دونك لاحظو معايا مزيان، لا درت لك ا في سي، ا في سي، ا في سي يعني هي اي اي في اي اي زائد اثنان كتساوي اي اي في كي اس اثنان في اي اي يعني كتساوي كي اس اثنان في اي اي اس اثنان كتساوي كي في اي اي الكل اس اثنان، وكي في اي اي هي اي اي بليس ان يعني هي اي اي بليس ان اس اثنان. رمزنا بالاي اي بليس ان هي بي يعني بي اس اثنان. ومنه فان ا في سي كتساوي بي اس اثنان، ا في سي كتساوي بي اس اثنان يسمى المعدل الهندسي.
دوك التعاريف ديالهم يعني بزاف ماشي شي حاجه صعيبه، راه ديمونستراسيون فاسي. اوكي بيان، بيان. دونك ثالث فقره، نهايات متتاليه. يعني كيف ما شفنا في نهايه داله راه نفس القضيه في نهايات متتاليه. اوكي دونك عندنا بيان سيغ النهايه المنتهيه والنهايه اللا منتهيه. النهايه المنتهيه يعني كنقصد بواحد العدد. اوكي النهايه اللا منتهيه يعني بليس ولا موال انفيني. اوكي بيان، دونك نبداو باولا النهايه المنتهيه. دونك اولا النهايه المنتهيه، اولا النهايه المنتهية للمتتالية، للمتتالية عددي. دونك شنو كنقصد بالمتتالية؟ دونك ديريكتومون عندي التعريف. دونك يعني اف اولا او ان تقبل نهاية نرمز لها، نهاية في R نرمز لها ب L. إذا يعني نرمز أن ونرمز يعني ليميت ديال N عندما يؤول N إلى بليس انفيني. بعدا فاش كندوي على نهاية الدالة أو نهاية متتالية كندوي على غير N يؤول إلى بليس انفيني لا غير، يعني ما كاينش يعني لا درت لك ان يؤول الى بليس انفيني ولا ما درت لك والو، انا درت لك غير ليميت ديال او ان، عرف انني كندوي لك على ليميت بليس انفيني تو سامبلو. يعني في نهايه المتتاليه كتحسب لا ليميت في بليس انفيني. اوكي بيان، دونك كتساوي ان، هذا الشيء يكافي ان لكل ابسيلون موجب يوجد واحد مثلا ان مثلا نسمي انا من غير ان يعني باش نخلطو مع مجموعة ديال الأعداد الصحيحة الطبيعية، واحد مثلا ألفا ينتمي إلى إن إن، حيث أن لكانت إن لكل إن أكبر أو يساوي هاد ألفا، فهذا يستلزم أن القيمة المطلقة ديال أو إن ناقص إل مالو أصغر من إبسيلون. كيفاش؟ تقسيمي بيانيين باش تخيلو معايا، حيت هادشي فاسيل. أوكي بيانيين باغ اكزومبل كنزرب حيت فغيمون يعني حسيت براسي الديسك كيتعطل في الدروس. اوكي مثلا مثلا ناخذ يعني هنا دايركتومون ندير لك لي بوا، يعني مثلا في ان مثلا طاق 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 يعني من بعد نبقاو بحال القوام متقاربة. اوكي لاحظوا معايا مزيان ان هذه مثلا هذا هي النقطة لوغو كتسمى لوغو. اوكي كنقلب عليه هذا. اوكي هذا هو هذا الالفا، الفا هو هذا ينتمي الى ان بيان سيو. اوكي دونك لاحظوا معايا مزيان ان المتتالية ان فوا ان كيولي كبر من الفا، ان او ان موا ان دونك ال هي هذه، ال هي هذه هذه ال. اوكي دونك لاحظوا معايا مزيان ان يعني ان فوا ان كيولي اكبر من الفا، يعني ان هنايا يعني ان كيولي اكبر او يساوي الفا، كنلقاو بان ان المتتاليه كتولي كونستانت كتساوي ال، يعني الا درت هذه القيمه المطلقه كيكون اصغر من ابسيلون. هاد لكل ابسيلون كيعطينا بان كيف ما خدنا ابسيلون خاص تكون هاد المتفاوته صحيحه، ولكن امتى غتكون صحيحه؟ إذا كان هذا يؤول إلى الصفر، يعني هادشي القيمة المطلقة هذه خصها تكون كتساوي الصفر، تؤول إلى الصفر، وهنا راه كتكون متحققة. أوكي؟ يعني لاحظتوا معايا في هذه الحالة أو إن لكل هات لكل إن أكبر أو يساوي ألفا، كيبان لنا مبيانيا أن أو إن لنقصتها من إل مع القيمة المطلقة راه غتكون أصغر أو تساوي صفر، وهنا راه دائما القيمة المطلقة أكبر أو تساوي الصفر. يعني كتساوي صفر، يعني هادشي كيستلزم ان او ان ناقص ال يساوي صفر، يعني اصغر من
ابسيلون، حيت ابسيلون اكبر من الصفر قطعا لكل ابسيلون. يعني هاد كيلكور سواب اولا لكل ابسيلون سواء ابسيلون بوزيتيف كيعطينا بان خاص هاد الشيء يكون هاد المتفاوت تكون تحقق لكل ابسيلون. صحيح دونك هادي هي الليميت. اوكي يعني ماشي شي حاجه صعيبه. بيان سيغ هاد ال تنتمي الى اخ، يعني هاي نهايه في اخ نرمز لها ب ال. اوكي صحيح دونك هاد الشيء بيان سيغ اللي كاين في النهايه المنتهي. باغ اكزومبل فاش كنقول لك الليميت ديال واحد على ان مثلا عندما يؤول ان الى بليس انفيني، يعني داكشي كيف ما كنتي كتعرف الدوال عندك ان في المقام، يعني واحد على بليس انفيني واحد على واحد عدد كبير يعني صفر يؤول الى الصفر. ليميت مثلا ديال ان اس 3 مثلا اوكي دونك هذه كتساوي بليس انفيني. الا درت لك ان يؤول الى بليس انفيني ولا ما درتهاش لك راه بحال بحال. اوكي يعني اصلا فاش كندوي على ليميت ديال واحد السويت او لنهايه متتاليه راه كندوي على يعني ان يؤول الى بليس انفيني. مثلا ليميت ديال غاسين دو ان مثلا شحال غيساوي بليس انفيني كذلك. اوكي اكسيتيرا يعني ماشي شي حاجه صعيبه. مثلا ليميت ديال كوسينيس ان مقسومه على ان شحال تساوي زيرو. علاش؟ حيت كوسينيس داله محدوده دونك يعني داله محدوده، يعني هاد السويت مثلا او ان غتكون في بورني يعني محدوده. او ان مثلا نفترض هي كوسينيس ان اوكي و في ان كتساوي واحد على ان. هادي كتقول هادي تا هي رمزه اتونسيون لاحظوا معايا، سوا كندير النهايه بحال هكا سوا كندير بحال هكا تؤول الى الصفر عندما يؤول ان الى بليس انفيني، تا هي ترميز. اوكي يعني كنديرو عباره عن سهم، يعني يؤول الى صفر عندما يؤول ان الى زائد ما لا نهايه. دونك كوسينيس ان داله محدوده، داله محدوده يعني ما بين موان زا اي ا، يعني او ان ما بين ناقص واحد لواحد، يعني الا قسمت على ان يعني ما بين موان زا سيغ ان واحد على ان. هذا كيمشي للصفر، هذا كيمشي للصفر، يعني هذا خصو يمشي للصفر. بيان دونك هذه هي بالنسبه للنهايه المنتهيه لمتتاليه عدديه. دونك دابا نعطيها يعني ماشي شي حاجه صعيبه. ثانيا النهايه اللامنتهيه، النهايه اللامنتهيه اللامنتهيه لمتتاليه عدديه طبيعي الحال. دونك شنو كنقصد بالنهايه اللامنتهيه؟ يعني عندما يؤول او ان تؤول او ان الى بليس انفيني ولا موال انفيني، يعني اقصد بها ان او ان اقصد بالنهايه اللامنتهيه ان او ان تؤول الى زائد ما لا نهايه او ناقص ما لا نهايه، يعني ليميت ديال او ان عندما يؤول ان الى زائد ما لا نهايه القاوها مثلا بليس انفيني زائد ما لا نهايه، والليميت ديال او ان عندما يؤول ان الى ناقص ما لا نهايه القاوها ناقص ما لا نهايه. مثلا هذه لقينا راه ليميت بليس انفيني هذه كذلك بليس انفيني اكسيتيرا. اوكي دونك هذا الشيء يكافئ ايضا ان لكل ابسيلون موجب يوجد واحد مثلا ا موجب ينتمي الى ان، مثلا ينتمي الى ان يعني موجب راه اصلا غادي يكون ينتمي الى ان، ينتمي الى ان بحيث عندما يكون لكل ان اكبر او يساوي هاد ا فهذا يستلزم ان او ان تكون اكبر من ابسيلون. اوكي يعني كتكون اكبر من ابسيلون، يعني لاحظ معايا كل ابسيلون بوزيتيف دائما غتلقى بان او ان اكبر من ابسيلون، يعني او ان فين غتقول في رايك غتقول بليس انفيني، يعني فلان في المجال اللي كيتكتب على هذا الشكل ابسيلون بليس انفيني ابسيلون ابسيلون بليس انفيني دائما غتلقى واحد او ان تنتمي اليه.
دائما اوكي دائما تنتمي واحد يعني كيف ما خدينا هذا الابسيلونس غادي نلقاو ان ان تنتمي الى هذا المجال تو سامبل مواتي اللي كتقول لك نهايه غير منتهيه بمعنى ان مثلا داك مثلا هكذا يعني مثلا ما كتبقاش يعني كتبقى غادي بيس انفيني يعني كتقول بيس انفيني يعني كتكون عباره عن نقطه تسويت اوكي يعني كتمشي بيس انفيني دونك في هذه الحاله كنقولوا بان الليميت كتلو بيس انفيني يعني هادشي بسهل في الحاله ديال موا لانفيني يعني كتقول بان هنا في هذه الحاله ديال بيس انفيني يعني السويت كطلع لفوق هنا العكس كتهبط لتحت يعني كيف ما خدينا واحد الابسيلون اكبر من الصفر يوجد واحد الار ينتمي الى ان حيث لكل ان اكبر او يساوي ا فهذا يستلزم ان شوف معي ان تكون اصغر من ناقص ايبسيلون هذه المره العكس يعني ناقص ايبسيلون لكانت كانت ايبسيلون موجبه دونك ناقص ايبسيلون سالبه وانا درت لكم لكل ايبسيلون موجبه يعني الا كانت ايبسيلون تؤول مثلا الى بلس انفيني ناقص ايبسيلون تؤول الى موال انفيني يعني هاد هنا يعني بحال كنقول لكم ان ان اصغر من موال انفيني ببساطه هادشي اللي كنقول لك يعني موال انفيني راه من اصغر الاشياء يعني اصغر من موال انفيني يعني راه خصها تكون موال انفيني اوكي يعني ببساطه هادشي اللي كنبغي نقصد ب لكل هاد لكل كتعطيك بان ان تؤول الى موال انفيني بيان سي دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للنهايات متتاليه دونك غنتعمق اكثر في بيان سور مصادق التقارب اوكي